حبايب جاي، لو انت عندك كيسه قديمه شويه، كيسه استيراد بس حالتها تعبانه، لابتوب قديم حبتين، ما عندكش اصلا كارت شاشه في الجهاز بتاعك، او خلينا نقولها بمعنى ادق شويه ان كارت الشاشه اللي عندك هو كارت داخلي، هل ممكن بقى تلعب جي تي اي 5 او الالعاب التقيله دي؟ هتقدر تلعبها ومن غير ما تحتاج اي كارت شاشه خارجي ان شاء الله. بس تعالى افهمك الموضوع ازاي عشان ما نقدمش شرح عشوائي، وازاي برامه نص جيجه تلعب جي تي اي 5. الموضوع مش كده خالص. علشان الشرح بتاعنا يكون واقعي ومظبوط والمعلومه توصل لك وانت فاهمها كده مش مجرد تطبيق خطوات، عايزك تركز معايا. ممكن اقول لك هنشغل اللعبه من غير كارت شاشه، في حين ان الالعاب اعتمادها الاساسي على كروت الشاشه، لكن ما ينفعش ما يبقاش عندك كارت شاشه والرامات نص جيجه مثلا او جيجه او 2 جيجه وعايز تشغل اللعبه. يعني هنا الموضوع بيبقى صعب جدا جدا، في حين ان 2 جيجا او 4 جيجا هتشغل اللعبه، انت متخيل؟ بس طبعا اللعبه هتكون محدوده جدا، فعلشان تكمل معايا الفيديو واللعبه تشتغل معاك على مستوى انك تقدر تلعبها وتستمتع بيها، يعني بنتكلم من 4 او 6 جيجا، يا سلام لو 8 جيجا الدنيا هتكون افضل وانت طالع بقى. طبعا تطبق معايا الخطوات وشوف هتظبط معاك لحد فين وهتشتغل على كام فريم، وكل ده هنغطيه في حلقه النهارده، بس لما نشوف ازاي هنقدر نعمل ده. بكل بساطه، اعتماد الالعاب بشكل اساسي على كارت الشاشه. طيب ايه الفرق بين كارت شاشه الداخلي وكارت الشاشه الخارجي؟ مبدئيا كارت الشاشه الخارجي ده بيكون كارت ممسوك انت تمسكه بايدك كده في الذاكره بتاعته، يعني مثلا الكارت ده بحجم 2 جيجا، خلاص الكارت ده شغال على اللعبه دي بمساحه 2 جيجا كامله بتاعه اللعبه، مش هتقل مش هتنزل وتطلع مع الوقت. وطبعا ليه نظام التبريد الخاص بيه وليه كل التفاصيل الخاصه بيه بتاعته هو، مالناش دعوه بيه لان هو مش معانا اصلا النهارده. كارت الشاشه الداخلي ده لو فتحت الكمبيوتر تبص عليه مش موجود اصلا، ومفيش كارت شاشه اصلا. هي الفكرة ان الجي بي يو اللي هو المعالج بتاع حضرتك، دماغ الكمبيوتر، مدمج فيه كده كأن احنا مبرمجينه وبنقول له هتاخد جزء من الرامات تحوله لكارت شاشة. الجزء ده بقى متغير، كارت شاشة الخارجي دي المساحة بتاعته هو خاصة بيه هو، انما الجزء ده متغير بمعنى ايه؟ لانها فورتاير ميموري، ذاكرة متطايرة، هو ما عندوش ذاكرة اصلا، هو بياخد من الرامات. طب جيت وانت بتلعب رحت فاتح جوجل الكروم او مشغل برنامجين مع بعض، مش هدفك الالعاب خالص، فطبيعي الكمبيوتر يسحب الرامات، فالرامات تقل في الجي بي يو، فكارت الشاشه بتاعك اللي هو الداخلي يقع منك خالص. في سؤال انا متاكد انه جه في دماغك، انت عندك رامات مثلا 16 جيجا، ده رقم كبير على فكره، فعايز تخصص مثلا 8 جيجا كاملين للجي بي يو. اولا كده هو ليه اخر، بمعنى في كارت شاشه اللي هو خارجي اصلا بيبقى ليه المساحه بتاعته، ما ينفعش اروح ارفعها انا واخد شويه من اي مكان. فكذلك الجي بي يو هو ليه القدره بتاعته، حتى لو اديته ارقام هتبقى كلها ارقام وهميه، ان شاء الله تدي له 100 جيجا، هل هو يكون كارت شاشه بحجم 100 جيجا؟ لا طبعا. وعلشان اريحك في الموضوع ده ويتي، هو بيسحب من 64 ميجا لحد 1 جيجا و700 ميجا، ده اخره، تمام؟ انت متخيل الفرق شاسع، يعني حتى لو عندك عدد رامات كبير وضغطت انت على الكمبيوتر شويه الرام هتنزل على طول، بالتالي حجم كارت الشاشه هينزل على طول لحد 64 ميجا، هي دي المشكله الفعليه، والحجم ده ما يقدرش يشغل اي حاجه. فالفكره في حلقه النهارده ان احنا هننظف الكمبيوتر، هنخلي تركيز الرامات زيرو حرفيا، بحيث لما انا افتح اللعبه بتاعتي الجي بي يو يسحب اكبر قدر ممكن يقدر ياخده من الرامات، ما اشغلش الرامات او الكاش ميموري بتاعي باي حاجه ثانيه، يكون مشغول باللعبه بس. هي دي فكرة حلقة النهاردة. وبالمناسبة لو انت الرامات عندك من 8 جيجا او 10 جيجا، فالجي بي يو بتاعك هيسحب جيجا 700 كاملة، ودي اكبر مساحة او اقوى قدرة ممكن يشتغل بيها. لو اقل من كده بقى، يعني مثلا 6 جيجا 4 جيجا، هنا ممكن يسحب نص جيجا جيجا، على حسب. الموضوع مش نسبة وتناسب جوي، زي ما قلت لك حسب ضغطك واستخدامك للكمبيوتر، حسب استهلاكك بشكل عام لموارد الكمبيوتر. تعالى بقى على شاشه الكمبيوتر نشوف الخطوات. بعد ما دخلنا على الكمبيوتر بتاعنا، تعالى علشان ما اطولش عليكم ندخل في الموضوع بتاعنا على طول، وان شاء الله الموضوع يكون سهل وبسيط والخطوات تكون بسيطه بالنسبه لك. مبدئيا كده بتدخل على الفايل ده، بتنزل كده من جوجل درايف الملف ده جي تي اي في، واللينك بتاعه هيكون في وصف الفيديو، تمام؟ هنعمل ايه؟ امشي معايا واحده واحده. اول حاجه كده هنخش على تحسين الرام، تمام؟ بتشوف الرامه بتاعتك كام جيجا وبتختار الملف بتاعك، بتيجي على كلمه زيس بي سي اللي قدامك دي، كليك يمين بعدين بروبرتيز، تظهر قدامي كده الرام عندي 16 جيجا، بقفل كده وبضغط على 16 جيجا كده وبضغط على الرامه بتاعتي بالشكل ده، بعدين ياس، بعدين اوكي. بس دي اول خطوه. تاني خطوه بقى بفتح الملف التكست ده، تمام، وباخد النص ده كده كله كده كوبي، تمام، وباجي في السيرش هنا من تحت ببحث على السي ام دي، تمام، وكليك يمين بعمل له ران از ادمنستريتور، تمام، لازم يكون شغال في وضع المسؤول، تمام كده، وباجي هنا بعمل بيست،
للنص بعدين بدوس انتر كده بيقول لي انت خلاص عملت اكتف او فعلت وضع الالتيميت بيرفورمانس وضع الالتيميت في الكمبيوتر بتاعك. بيجي برضو في شريط السيرش هنا بدخل على كنترول بانل بدور على الباور اوبشن اختيارات الطاقه تمام بلاقي وضع ايه اللي هو على وضع البالانس تمام بقول له شو اديشن بلانز وريني خطط تانية بلاقي وضع الالتيميت ظهر معايا وضع الالتيميت اللي لسه احنا مفعلينه من السي ام دي بدوس كده بس كده اتفعل معايا. بس هنا لو انت لابتوب يا ريت تكون موصله بالكهرباء مباشر لان الوضع ده هياكل من البطاريه بتاعتك. بعدين برجع على الملف بتاعي كمان مره بلاقي بقى ايه ديسيبل فيجوال افكت تمام بضغط عليها مرتين كده بقول له اوبن. مبدئيا دي التاثيرات البصريه اي حاجه بتظهر قدامك على شاشه الكمبيوتر هي عباره عن تاثيرات بمعنى في هنا ايه شو ثامنيل انسايد اوف ايكون ظهر الصوره المصغره بدل ايقونه. لو شلت علامه الصح من هنا ودوست ابلاي بتلاقي الايقونات بتاعتك بتلاقي ما فيش صور بيجي ايقونات يعني شيء ملف تحسين الرام ده بيجي مجرد ايقونه. انما لو فعلتها كده ودوست ابلاي يظهر لك الحاجات اللي جوه صوره منها. طبعا مع كل الاوبشنات دي بتاكل من الرامات بتاعتك تمام. في ناس بتخليها اللي هو ادجست فور بيست ابييرنس اللي هو المظهر يكون افضل مظهر يظهر فبيعلمك على كل حاجه. في بقى ادجست فور بيست بيرفورمانس افضل قوه للكمبيوتر فبالتالي هيلغي لك كل حاجه. انا بالنسبه لي عشان بصور الحلقه دلوقتي فانا مفعل كل حاجه. انت ممكن تلغي كلهم ممكن ما تخليش حاجه ممكن تفعل البعض ممكن تخلي الكمبيوتر هو يختار ايه الافضل ليه فشل التفعيل من على الحاجات دي لان انا ما بستخدمهاش. فانت ممكن تترجمهم كلهم وتشوفهم او ممكن تلغيهم كلهم عادي وتاخد اقوى اداء الكمبيوتر بتاعك مش هيحصل حاجه. بس هي بس المظاهر بتاعت الكمبيوتر مش هتبوظ هتختلف يعني مش هتظهر ايقونات مش هتظهر صور وهكذا. اتمنى اكون شرحت النقطه دي بوضوح. بعدين بقول له ابلاي بعدين اوكي. بعدين بدخل على باك جراوند اب التطبيقات اللي بتبقى شغاله في الخلفيه. متخيل كميه التطبيقات اللي شغاله في الخلفيه؟ طبعا علشان انا بسجل لكم دلوقتي فانا محتاج المايك يكون شغال ومحتاج كام حاجه فمش هقدر اعمل اوف. بس انت بتسمعني انا بقول لك الغي كل التطبيقات اللي في الخلفيه. يعني مثلا 3 دي فيور مش عايزه، الاله مش عايزها، الكاميرا انا ما عنديش كاميرا اصلا وهكذا، الجيت هيلب وهكذا حاجات كتير والجيمز والاوفيس وحاجات كتير جدا. فانا هحتاج الغيهم كلهم الا مثلا الريكوردينج الاكس بوكس مثلا وهكذا. فانا رايي الخاص انت القائمه دي الغيها تماما من عندك تمام خالص. اي حاجه شغاله في الخلفيه لا مش محتاجين الايميل مش محتاجين الماب الخرائط مش محتاجين اللي هو مشغل الميديا الافلام لا مش محتاجينه الوان نوت البين الا اذا لو في حاجه معينه انت بتشتغل في الخلفيه انت عايزها باك جراوند اب اوكي سيبها. غير كده ما بتستعملش مش فاهم الموضوع اعمل اوف على طول. نرجع بقى للملف بتاعنا الاداه دي. الاداه دي فظيعه حرفيا يعني هتظبط معاك جامد. هنشغلها كده بقول له نيكست اي اجري نيكست انستول يعني مجرد برنامج كده او اداه بسيطه خالص عمليه التثبيت بسيط تظهر معايا على طول الاداه دي. الاداه بتعمل ايه؟ دي بتنزل لك من استهلاكك للرام حرفيا. بمعنى بتدوس كليك يمين على شريط المقام التاسك بتاعك تاسك بار بتدوس كده وتختار تاسك مانجر تمام اداره شريط المقام وبتدوس على بيرفورمانس وبتيجي على الميموري اللي هي الرام. فهنا بيقول لي انت مستهلك من الرام 40% اللي هو شويه الشغل اللي احنا بنعملهم مع برنامج التسجيل للكمبيوتر. ازاي اخفض من استهلاك الرام اللي اكيد فيه ذاكره الكاش و و و وخلافه؟ ازاي افضي كل دوت؟ ازاي اعمل لها تنظيف؟ مش هعمل اي حاجه غير ادوس كلين ميموري بالشكل ده. هقول له يس زي ما انت شايف. عايزك تركز معايا على طول نزل على طول الاستخدام نزل يعني من 29 ل 28 نازل مستمر في الهبوط. انا عندي الرامات كبيره تخيل انت عندك رامات 4 جيجا بس ففي الضغطه دي احنا كنا 39 جول 40 نزلنا ل 18 يعني تحت النص يعني انت فضيت 2 جيجا يعني انت قبل ما تدخل على اللعبه لو الكمبيوتر عندك رامات 2 جيجا بس انت وفرت جيجا كامله كده خاصه باللعبه فاهمني. طبعا هي رامات 2 جيجا ده رقم قليل جدا جدا. انت شايف البار نزل ماشي على النص واستقرار اللي هو مش نزل شويه وهيرجع يرد لا خلاص واستقر ماسك 19% اخره نهار ما هيعلى 20 فمن 40 نزل 20 انك جللته النص. لو انت رماتك 4 نزلت النص معاك 2 جيجا كاملين مستقرين مش اللي هو قاعد يطلع وينزل لا في استقرار فظيع في الكمبيوتر تمام. يعني بيجي معاك ان يوزا ويتو كاتبها لك الجزء اللي تحت ده شرطتين بس 2 جيجا بس لسه لحد الان 19% ما صعدش تاني استقر. فالاداه دي فعلا جامده يعني دي اهم حاجه في الملف اللي انا مديه لكم تمام. لازم تفعل الخطوه دي. بنيجي على الاداه دي اللي هي MSI Run as Administrator لازم تشغلها في وضع المسؤول. الفكره في الاداه دي انك بتدور على كارت الشاشه بتاعك وبتخليه على وضع الهاي اللي هو اعلى حاجه القوه الغاشمه. فانا كارت الشاشه بتاعي اللي هو زي ما قلنا كارت داخلي، كارت داخلي فعلا يعني ده مش مجرد شو او لتصوير الحلقه يعني لما دوست عليه التفاصيل ظهرت يعني ادي الديسبلاي نيم انتل اتش دي جرافيك 4600 كارت شاشه داخلي من الكروت القديمه جدا 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 وطبعا اللي تابع لشركه انتل تمام. بضغط عليه كده وبخليه في وضع الهاي تمام. طبعا الاسم ده مش هيكون زي اللي عندك انت ممكن يكون كارت الشاشه بتاعك افضل
يعني ما اظنش هيجيل عن كده، ان ما فيش اجل من كده. تمام. بعدين بتقول له ابلق انا عايز اكو اداء. اول خطوه انا فضيت رامات، يعني دلوقتي احنا عملنا ايه باختصار؟ رحت على الاداء بتاعتي قلت للرام تنزل النص، فضيت له الرامات، جيت انا قلت له خد اقصى درجه من الرامات. اتمنى الشرح يكون واضح ومفهوم، انت فاهم بتعمل ايه مش بتطبق خطوات. فاحنا كده كارت الشاشه بتاعنا بيجي شغال باكو اداء حرفين لي، يعني هو اخره جيجا 700 هو كده واخدها كامله. بكفي الاداء بتاعتي وبنرجع للملف بتاعنا كمان مره. حرفين شرحنا كل حاجه، مش قاعد غير للبرنامج ده اللي احنا شرحناه كفايه جدا، وكيف ان اللعبه ان شاء الله لو الاداء عندك مش كويس لا هتشتغل بعدها كويس وهنجربها دلوقتي. ولكن هشرح البرنامج ده لو انت الكمبيوتر عندك ميت، اللعبه مش شغاله اصلا، في لاج في تقطيع، فده بيتحكم لك في اللعبه، انت تتحكم في اللعبه هتشغلها على فريمات كده كده، بتقلل كل حاجه حرفيا. فانا هثبته معاك، هعلمك ازاي تثبته وازاي تشغله، وانت ظبط الاعدادات اللي تناسبك وتناسب وضع الكمبيوتر وحاله اللعبه عندك. تمام. فاقول له استخراج الى، تمام، هدخل على البرنامج بتاعي بضغط عليه كده مرتين، بقول له اي اكسبت، بعدين نيكست، نيكست انستول. طبعا عمليه التثبيت كلها النهارده بسيطه خالص، ما فيش اي حاجه معقده. بنلاقي البرنامج ظهر معانا بالشكل ده، وبنفتح الايقونه دي اللي هي لو سبيس اكسبيرينس. تمام. بضغط عليها مرتين، بدخل على اوبتمايز كاتالوج. تمام. بتيجي في البار ده، تمام، بتدوس كده وبتدوس على حرف الجي لان هي مترتبه بالحروف، يعني اول ما دوست كده جاب لي الالعاب اللي هي بحرف الجي. تمام. وبالمناسبه الاداء او البرنامج ده قادر يعدل على اي لعبه، فلو انت عندك مشكله في اي لعبه او لاي لعبه بتختار اللعبه دي وبتبدا تظبط الاعدادات. بنلاقي على طول جراند سيف اوتو 5 اللي هي لعبه جراند بتاعتي، بضغط هنا على كلمه لود اوبتمايزيشن، جيب لك كل الاعدادات الخاصه باللعبه، فهو مقسم لك كل وضع فيهم. يعني هنا مثلا ايه اللو اقل حاجه، في الترا، في الالتيميت، في بلان لو خطه كده الحاجه لو ضعيفه خفيفه. نصحت اللي بيجي له الكمبيوتر ميت اختار بوتيتو لو اللي هو حاجه اقل من القليل. تمام. بتدخل عليها وبتختار اقل حاجه كمان، ده لو انت الكمبيوتر ما فيش، وبتضغط هنا. بعد ما بتختار خلاص اللعبه حرفيا انت بتكون مشغلها على وضع كمبيوتر ربع جيجا رام او ما فيش كمبيوتر اصلا، فهمني. طبعا الجوده بتكون منعدمه معاك، ولكن ده الحل الوحيد انك تقدر تجرب وتلعب اللعبه. تعال بقى نخش نعمل اكزايت ونروح نفتح اللعبه بتاعتنا ونشوف اداها مع بعضينا. اللعبه بتفتح معانا بالشكل اللي انتم شايفينه، مش عايز اضيع وقت الحلقه اوريدي بيجي الطويله، ولكن هناخد بصه كده من داخل اللعبه وننهي الفيديو على طول. زي ما انت شايف تفاصيل اللعبه، بمجرد انك بتلعبها على كيسه ما فيهاش كارت شاشه اصلا، او خلينا نقول زي ما فهمنا بقى كارت شاشه داخلي، يعني الذاكره اللي انت شغال عليها على الرام، يعني ما فيش كارت شاشه بمعنى اصح، واللعبه شغاله، الدنيا زي الفل، الدنيا كويسه، ما فيهاش اي مشاكل. نشوف شويه تفاصيل وبس كده، دي كانت كل حاجه حرفيا. وبس دي كانت كل حاجه في حلقه النهارده، ما تنساش تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس يوصلك كل جديد من الفيديوهات اللي انا بقدمها. سلام.